متتبعي قناة الفاس بريس، حنا نتواجدوا بواحد من المشاريع اللي ما خرجتش النور منذ ثمانينات القرن الماضي، ويتعلق الامر بمشروع المحج الملكي بمدينة الدار البيضاء. فمنذ 4 عقود تقريبا وسكان المدينة ينتظرون خروج هذا المشروع اللي بامكانه ان يغير من صورة وسط مدينة الدار البيضاء. من اجل مناقشة هذه القضية ومعرفة الاسباب الكامنة وراء التأخر في انجاز هذا المشروع هذا، علما ان هناك مجموعة من المشاريع الاخرى اللي خرجت في وقت زمني قصير، نستضيف واحد من المستشارين الجماعيين اللي راكموا تجربة طويلة في تدبير الشأن المحلي منذ 4 ولايات أو 5 ولايات جماعية تقريبا، ويتعلق الأمر بسي سعيد السبيطي عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط. سي السبيطي مرحبا بك. شكرا. حنا الآن تتوجدوا في المشروع تاع المحج الملكي، شنو هي الأسباب اللي خلات هذا المشروع ما خرجش للنور علما أن يعني طول بزاف؟ فعلا سي احمد تنشكرك، اولا تنشكر القناه ديالكم انفاس بريس على هذه الاستضافه حول موضوع جد مهم يهم الساكنه ديال سيدي بليوط ويهم كذلك مقاطعه سيدي بليوط كرئيسه وكمجلس. هذا الموضوع كيف جاء في التقديم ديالكم انه عمر طويل مدة، وانا اتذكر عندي الولايه تقريبا هذه الخامسه، وكل مره نطرحه على الطاوله وفي الاخير نجد انفسنا لم نجد له حل. وهذا المرة تنظن أن الرئيس والمجلس برمته عازمون على أن يجد حلا لهذا المشكل الذي عمر طويلا أكثر من 3 عقود وهو تعمر دون أن يجد له حلا، بحيث أن الشركة المفوض لها هذا الأمر هذا وهي سوناداك، لأنها منذ مدة وهي شركة اللي دارتها الدولة برأس مال جد مهم تقريبا 60 مليار ديال السنتيم، على أساس أنها توجد حل في واحد المدة زمنية محدودة، فإذا به لم تجد لنفسها حلا في الوقت، حيث أنه هذا المشكل هذا كما قلنا عمر أكثر من 30 سنة، ونلاحظ نحن كأعضاء ديال هذا المجلس أنه لا زال سيعمر طويلا إذا لم نكن نقوم بالواجب المطلوب منا. قلت بأنك يعني هذا المجلس عنده الإرادة باش يخرج هذا المشروع لحيز الوجود، ونفس الإرادة كانت عند المجالس اللي كانت قبل وأنت كنت عضو في هذه المجالس هذه، ولكن رغم ذلك المشروع ما خارجش الوجود. بغينا غير نعرفوا، بغينا متتبعي قناة أنفاس بريس يعرف شنو هي الثغرات وشنو هي المشاكل الحقيقية اللي خلات هذا المشروع خرج لد. لا فعلا اذا قارنا هذا المجلس بالمجالس السابقه، اعتقد ان هذا المجلس بالرئيسه ديالو اللي هي جديده على تسيير المجالس ولكن لها عزيمه قويه بصفتها امراه قانون كوظيفه محاميه، وهي تعرف جيدا القانون ولها عزيمه بالمجلس أكمله أنها تجد حلا لهذا المشكل. هذا المشكل لن يحل داخل مكاتب مقاطعة سيدي بليوط، ولكن سوف يحل مع الأطراف المعنية، والأطراف المعنية هي أولا وقبل كل شيء سوناداك اللي تعطاها الأمر، ولكن سوناداك وراءها دولة، وراءها حكومة، وراءها إمكانيات. إذا تجمعوا هذه الأطراف كلهم سوف نجد حلا لهذا المشكل، لان ربما كما قلت في المجالس السابقه كانت تنتظر وتعيش على امل انه سوف، وهذيك سوف ما عطاتش النتيجه ديالها، ما عطاتش النتيجه، ولكن الان ربما هذا المجلس عمره تقريبا 4 اشهر الان. اول اجتماع درنا في الدوره السابقه مع سوناداك وشركه اخرى تهي داخله في هذا الموضوع، وطرحنا أسئلة جميع الأعضاء كلهم مهتمين بهذا الموضوع، كلهم مهتمين على أساس أنه يتحل. كاين أجوبة، الأسئلة اللي عطاونا لها جواب ولكن جواب غير شافي وغير كافي، وكاين الأسئلة اللي ما عطاوناش لها العرض. البعض تيقول بأن العرض اللي تقدم لكم كمنتخبين من طرف شركة سوناداك تقريبا هو نفس العروض اللي كانت تتقدم في المجالس الأخرى. نعم فعلا فعلا أخي الكريم، أنها هذيك الورقه التقديميه اللي عاده تجيبها معها اي واحد جات امام المجلس، نعم رحلنا كذا ديال الاوصار باقي الاسر، ولكن يعني مسائل تقنيه ما كاينش الحلول، تقنيه ما كاينش حلول، لانه هذا المشكل كان عندنا واحد العدد ملي بدا، واحد العدد ديال الاسر هي اللي سوف ترحل، ولكن مع مرور الزمن هذوك الاطفال اللي كان عندهم في ذاك الوقت ديال الاحصاء كان عمرهم 3 سنوات 4 سنوات 10 سنوات اصبحوا اباء لو انه تحل ذاك المشكل غادي يكون اهون. الان توعص المشكل، ولكن
لا يمكن أن نقول بأنه لن نجد له حل، لا بد أن نجد حل، لأن ذوك المواطنين ومن حقهم أنهم يستافدوا، وخصنا نلقاو الحل للجميع ويكون كل واحد على راحته. البعض يقول بأن الشركة صنادق اللي تدبرات المشروع هذا يعني لا بغيتي تقول فشلات في هذا الإطار هذا، واش ما كاينش شي طريقة ولا خطة أخرى من أجل يعني تحريك هذا الملف؟ وفعلا أنا ما ندخلش أخي الكريم في التفاصيل، صنادق يعرفها قاسي والداني ويعرف المشاكل ويعرف من اعتقل من داخل الشركة والمشاكل اللي كانت، الكل يعرفها وأصحاب الاختصاص عارفين هذه المشاكل، لكن احنا غنمشيو بعزيمة أخرى أنه احنا ما نريد هو أن يحل هذا المشكل. وجميع الإخوان عطوا أسئلة حول الموضوع، حول ما يعانيه السكان. أنا شخصيا وضعت سؤال، ما هو هذا السؤال؟ هو أن نجد نعطي الوقت المناسب، واش هذا المشكل سوف يحل في سنة، في سنتين، في ثلاث سنوات، في اربع سنوات، او سيذهب هذا المجلس ويأتي مجلس اخر دون ان يحل المشكل؟ يجب ان نجد جوابا لهذا السؤال. واش تحددت واحد مدة زمنية من اجل خروج هذا المشروع الى حيث الوجود؟ فيما يخص هذا السؤال حول تحديد المدة الزمنية اللي غيتحل في هذا المشكل، لم نأخذ جواب، ولكن بعزيمة الرئيسة وعزيمة المجلس على أن يحل المشكل، سوف لنا لقاءات أخرى مع هذه الشركة ومع كل الأطراف التي تعنى بالأمر، وسوف نجد المدة الزمنية التي سوف يحل هذا المشكل، هل هي سنة أم سنتين أم عشر سنوات، وسنخبر الرأي العام على هذه المدة. إذا كانت هذا المجلس سيذهب ولن يحل المشكل، سنقولها صراحة وعلانية، لأن دورنا هو أن نحل هذا المشكل الذي عمر طويلا وأغرق الساكنة، الساكنة كلها الآن في خطر. يعني لا يعقل أن مواطنين عندهم السكن ديالهم، عندهم الملك ديالهم، وما كان نعطيهش رخصة أنه يحل المشكل، لأن السكن مهدد بالسقوط، وما تنعطيوش هذا، وما تنعطيوش حل، وما تنعطيوش التعويض ديالو هذا، لا، هذه كلها أسئلة يجب أن نجد بالتدقيق حلها، والكل يكون يجب أن يكون مرتاحا في هذه المشكلة. الشركة تحل معنا المشكل، السكان يكونوا مرتاحين، الدولة وهذه المشاكل اللي ستجي من بعد هذا راه هي مشكلة كبيرة يعيشها السكان الذين هم في الموقع. متتبعي قناة أنفاس بريس، حنا تنتواجدوا في هذه المنطقة، وهذه المنطقة اللي معروفة دائما بالانهيار تاع المباني ديالها. بالنسبة لكم انتم كسعيد السبيطي، اشنو الحل لهذا المشكل تاع المباني الآلية للسقوط في مقاطعة سيدي بلوط اللي تنعرفوا حنا من هي أول مقاطعة اللي تتعرف هذه المشكلة هذا؟ تأتي من بعدها حي المحمدي درب سلطان. فيما يخص مباني الآلية للسقوط، يجب أن نفرق، هنا عندنا على مستويين، مستوى المنازل الآلية للسقوط وهي تعني جميع المنازل المتواجدة بتراب سيدي بليوط وبالخصوص داخل المدينة القديمة، وكذلك المنازل إلى السقوط التي تتواجد بمشروع المحج الملكي، حيث كاين جوج مستويات. دابا حنا تنهضروا على المحج الملكي، المحج الملكي فيه منازل اللي خصها تحيد بحكم ان طبيعه المشروع، وهناك منازل اللي هي مآيلة للسقوط يجب ان تهدم لانها تشكل خطر. اما منازل آيلة للسقوط عموما فهذا المشكل في اطراف اخرى، ما بغيناش ندخلوها دابا، هي الوكالة الحضارية إلى آخره، وهناك منازل كثيرة إلى السقوط بالنسبة للمدينة القديمة. نتمنى المجلس العزم دياله هو أنه نبدأ بهذا المشكل داخل المحج الملكي أولا، ثم سوف نتطرق إلى المنازل إلى السقوط داخل تراب مقاطعة سيدي بليوط بكمله وبما في ذلك وسط المدينة القديمة التي هي كذلك تعرف مشاكل جمة في هذا الموضوع. ما تشوفش السي سعيد بأن يد المقاطعة قصيرة في هذا الملفين، واش ما تحاولوش أنه تضغطوا على مجلس المدينة باش مجلس المدينة يتبنى هذا الملفين؟ لا فعلا باش يعرف الرأي العام. فيما يخص المحج الملكي تكونت شركة فيها الدولة، فيها الأبناك، فيها هذا، وبرأس مال، والجامعة عندها واحد راس مال قليل فيما يخص التكوين ديال راس المال، وهو تقريبا 5 أو 6% ديال الجماعه. من هنا من تيتبين ان المشاركه ديالها ضعيفه ماليا، ولكن الجماعه المقاطعه مسؤوله سياسيه، هي تمثل السكان. هذا مشكل يهم السكان بغض النظر عن راس المال، بغض النظر عن الموضوع المادي. انا هذا المشكل تدخل في اختصاص ديالنا كمقاطعه، اننا نتحاوروا ونضغطوا اذا امكن على المعنيين بالامر باش يحلوا المشكل. ما هو بامكاننا
نحن نقوم به، نقوم بواجبنا ونوضع السؤال ونذهب بعيدا فيما يخص هذا، ولكن الأطراف الأخرى عليها أن تساعدنا على حل هذا المشكل حتى لا نذهب بعيدا فيما يخص هذا المشكل، لأنه يجب أن يحل. والناس السكان ديال المقاطعة اللي داروا الثقة في واحد 30 عضو ديال المجلس داروا فيه، وخصوصا هذا ما هم في هذا المقطع ديال مشروع المحجم الملكي، على أساس أن يحل هذا المشكل الذي عمر طويلا. لا يمكن أن مشكل بحال هذا أو مشروع أو هذا يعمر أكثر من 30 سنة، لا بد أن نجد له نهاية، ونقول يوم كذا سوف نجد حل المشكل. طبيعة الحال هناك مشاكل، هناك التفرع هذا، ولكن هذه مشاكل إذا تحطت على الطاولة يمكن نلقاو لها الحل، بمعية جميع الأطراف. السلطات تقوم بدورها، الكل إذا قام بدوره يمكن نحل هذا المشكل في أقرب وقت إن شاء الله. شي سعيد، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. متتبعي قناة الفاسبريس، إلى اللقاء في حلقة جديدة من البرنامج كازا سيتي.